السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع حاج أحمد حسن جمعة، وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذه المقابلة. حجي، قلت لي كنت تستخدم مطاس الرجفة. طيب، بس بدي أرجع أركز شوية على الكي بالنار. ما كانوا يكون في النار يا حجي الرجلين الإيدين؟ مو يكو، هو مثل بالعطبة هاي. بالعطبة، نعم 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 صحيح. مين اللي كان يكوي يا حجي؟ يكوي مثلا واحد يكون له عنده معرفة، مثلا نعم واحد يكون عنده معرفة، أو عنده يكون معرفة بالكوي بالكي هاي بالعطبة. طيب مين هو اللي كان شاطر ومعروف حجي؟ اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. والله كان عندينا أكثر شيء، أكثر شيء هو محمد الداود الختيار. نعم، اي هو هذا شاطر بالشغلات هاي على العطبه او شو اسمه كاسات الهواء. نعم. طب كان في عندكم مجبر يا حجي؟ مجبر كسر؟ لا نعم ابدا يا حجي، ما كان عندينا. اللي كانت ينكسر عم، وين كانت تودوه يتجبر؟ ياخذوه، والله ما بعرف وين كان ياخذوه. طب للحلال حجي، ما كان في مجبر؟ بيه هم الختياريتنا كانت تجبروا. نعم. مثل هيك الصيب او عصا مثل هيك، وكان يجبرها. حجي كان عندكم دايه؟ اي كانت دايه عندنا. مين هي يا حجي؟ اللهم صل على النبي. كانت مرت محمد الداود، امنه داود اسمها. كانت تتلقى اجر عمه ولا مجانا؟ مجانا. في غيرها حجي كان دايه؟ لا. حجي كان عندكم مطهر أولاد؟ لا، كان يجينا من برا، ما بعرف حد مين يجي. كان مطهر أولاد يجينا من برا، يجي مطهر الأولاد، يجوا يعني كل فترة وفترة ليجوا. نعم. حجي كنتوا تستخدموا الخرز الأزرق لرد العين؟ أبداً. لا أبداً. يعني استخدموا بالودع، مواد يسووا مثل على شواحية. حطوه هون مثلاً. لا، شواحية اللي يلبسوه كان اسمه شواحية، كمر هيك عريض كان يلبس إنه الصبايا. نعم. طيب حجي بدي أسألك عن من وين كنت تشرب مية حجي؟ من نفس النبعة. أي نبعة؟ نبعة جاية من قلت لك من سوريا. اسمها نبعة درباشية. نبعة مسوين عليها طاحونة. نعم. يعني طاحونة عليها، نهر جاية من الجبل، نهر ومي نظيفة. طب هذه النبعة يا عمي سبيل يعني مش سبيل، ايه نازع على البحيرة. نعم. كل شربكم منها يا حاج؟ كل شربنا منها. نعم. في كم بعيدة عنكم حجي ولا جوا القرية؟ جوات القرية، تمر من بين القرية بناس من هون ومن حدا من هون، ناس حدا من هون. احنا نعم. ما احنا ذاتي بيتنا ما كنا نستخدم وعاء نعبي، نغرف ونشرب من النبع ابدا. كانت مرة من جنبينا ابدا. طب حجي كان في وديان حواليكم؟ وادي الفاجر. وادي فاجر؟ نعم. هذا الوادي وين عمي؟ هذا يجي من سوريا صب على فلسطين غير على البحر. غير النبعة يا حجي؟ غير النبعة. نعم. من أي جهة جاي من القرية؟ جاي من جنوب القرية. جنوب القرية. أيوة. وبوادي صمادي. نعم. جاي شمال القرية. القرية. طب هذه الأودية جاية من الشرق عمي؟ من الشرق، من سوريا نازلة علينا. طب جريان المي في هذه الأودية يا حجي تيجي صيف شتاء ولا بس بالشتاء؟ بس بالشتاء. طيب عمي، أما وادي الفاجر صيف شتاء. طيب عميق هذا الوادي وادي الفاجر؟ عميق والله. كم يعني تقريباً؟ يعني تقريباً بي من جيت الغرب حد فلسطين، لا ما في شيء سطحي. نعم. أما من جيت سوريا كله يعني حوالي أكثر من 200 متر العمق. جبل جاي يعني؟ جبل. بين جبلين؟ جبل بين جبلين. نعم. نعم. طيب والمي فيه صيف شتاء يا حجي؟ صيف شتاء هذا الوادي الفاجر، أما وادي الصمادي لا. طب كم عمق وادي الصمادي يا حجي؟ هذا صغير. صغير. ايه. طيب حجي في عليه جسور هذه الأودية؟ لا، بدون جسور. بدون جسور. طب كان ينبت عليها أشجار أشياء؟ كله شجر.
الوديان كله الوديان كله سجر الدلب، سجر الصفصاف، سجر الخروب فيه، نعم العليق. خروب جوي ولا بري يا حاج؟ بري بري، ما في جوي عندكم؟ لا لا ما في جوي. التين، نعم تين على هذا الوادي، على هذا الوادي التين، نعم بيعليق اسمه مثل، يصير مثل العنب لونه احمر هيك، نعم اي هذا عليق اسمه، هذا كله بالوادي. طيب حجي، لما يعني يصير في شتاء هذه الأودية بتكون يعني هدارة مثلا، هدارة اي نعم، حملة كبيرة حملة تجي، حملة كبيرة تجي ما تنقطع، تقدر ما تقدر تجوزوها يا ما حجي؟ ما تجوزها ابدا. حتى يوم يحمل الوديان عندنا طرش مثل الدواب تبعنا ما نطلعها لبرا، نعم تاخذها، ياخذها الوادي ياخذها، ما نطلعها لبرا، ظل بالاسطبل تبعها. طيب يا حجي، والنبع هذا نبع الدرباشية كان يصب في هذه الأودية ولا إله؟ لا هذا لحال، إله مجرى خاص. هذا مجرى خاص. طيب جاي من وين القرية حجي؟ جاي من نص القرية، جاي من نص القرية تقريبا. نعم. جاي من رأس الجبل. نعم. جاي النبع من رأس الجبل على أرض فلسطين. طيب أنتوا تشربوا مش من رأس النبع يا حجي؟ لا مو من رأس النبع، تشربوا من هالوادي؟ من الوادي من جنبه. طيب نضيف هذا الوادي يا حجي؟ مو وادي، نبعة جاية من نبعة تفك من الجبل لعنا. ماشي بس ما هي ماشية. إيه؟ ما في يعني عند النبعة من فوق ما في يعني قرى عليها لحتى تصير وسخة شغلات هيك. ما في. لا 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 أبدا. القرى منها مغرب، هي أرض سورية صايرة. نعم. أرض جبل سورية ما لا سكان. طب أنا قصدي يا حجي لما يصل لعندكم. كم تقريبا يعني؟ ما في قريب علينا، ما في 200 متر عنا. نعم. ما في يعني تقريبا كان نص البلد يعني بالحساب. نعم. حجي البحيرة كنتوا تشربوا منها؟ لا بالمرة البحيرة ما نشرب، نشرب من النهر هذا اللي جاي. نبع الدربشية. نعم نبع الدربشية. نعم. وحلالكم عمي وين كانت تشرب؟ نفس البحر. نفس البحر، بحيرة طبرية. البحيرة نفس البحر. بتغسلوا الملابس حجي وين كنتوا تغسلوها؟ على النهر. على النهر. على النهر. نعم. يحموا مي على الحطب ويغسلوها. نعم. وظلها جارية المية. ظل جارية المية. طيب حجي كان في عندكم آبار جمع؟ لا. ولا آبار يعني؟ أبدا أبدا ما عندنا. طيب كنتوا تتسبحوا حجي في البحيرة؟ بالبحيرة. والاستحمام في البحيرة؟ استحمام أحد الحمام ببيته، لكن السباحة بالصيف كنا على البحيرة. نعم. خاصة للشباب الأولاد هاي كنا بالبحيرة. حاجة كان في عندكم برك غير البحيرة؟ لا أبدا ما عندي. حاجة المية اللي كانت جاية من نبع الدرباشية نظيفة؟ نظيفة، ما كان فيها علق أو ديدان أو؟ لا 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 ما في، نهر جاية، نهر صافي صافي. طب حاجة وين مين كان ينشل المي من العين للبيوت يا حاج؟ نقل المياه من العين لل، كل مرة مثل تروح تعبي وعاها وتجيبها على البيت. بإيش كانت تعبي يا حجي؟ عندنا اسطولة كانت سطل، يقولوا سطل. نعم. سطل من توتية شو أو طنجرة. شو توتية يا حجي؟ يعني مثل اللهم صل محمد، مثل الألمينو صايرة. مثل الألمينو. مثل الألمينو صايرة تقريبا. نعم. حجي في البيت بإيش كنتوا تخزنوا المي؟ كان في عندكم أوعية اللي كان في جرار. فخار كبير حجي كانت؟ جرة كبيرة تقريبا هيك تعبيها مي، هذا بالخاصة بالصيف تحط عليها خيشة وتحط عليها مي ما يشوف إلا شو، تظل تنطي رطوبة برد. نعم. عظيم حجي. حجي يعني أنتوا ما عرفتوا العطش الحمد لله؟ لا الحمد لله. بحرة وديان وديان و... إيه والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حجي الدواب كانت تشرب فورا من العين ولا من الوادي؟ شي من الوادي شي من النهر. البحيرة. البحيرة البحيرة يشربوا منها شو، جواميس البقر. نعم. اي هذا. طيب ما كنتوا تعملوا مثلا اماكن مخصصة للدواب وللحيوانات؟ من البحيرة مباشرة. البحيرة مباشرة اشربي وش بعد. طيب يا حجي كان في عندكم كهرباء في القرية؟ لا ولا مديتوا كهرباء من هالجيران اللي هو؟ ما بعيد عننا البلد السورية ما بتعطينا كهرباء. السوريين كان عندهم كهرباء حجي؟ عندهم كان كهرباء.
حتى مو كل اللي يعني عندهم كهرباء في بالمدة الأخيرة تجت الكهرباء على السوريين. نعم. اللي ما كان لا بالسوريين ولا بالفلسطينيين عندهم كهرباء. عند اليهود حجي كان. كان عند اليهود بس. طيب كيف كنت تضوي على حالكم يا حجي؟ كنا نضوي على فانوس على كاز. فانوس على كاز. اللي هو القنديل يا حجي هذا اللي بنشال. القنديل اللي ينشال يشيل هيك. طيب استخدمتوا لمبة الكاز حجي؟ نمرة 4 نمرة 2. آه هي. استخدمتوا. بالأخير. نعم. لوكس الشمبر عم استخدمتوه؟ ما كنا نعرفه. ما شفتوه؟ ما شفناه. طيب يا حجي على ايش كنتوا تدفوا بالشتاء يا حج؟ الحطب. على الحطب؟ نعم. طيب من وين كنتوا تجيبوا هذا الحطب يا حج؟ الحطب من الوديان، الوديان قلت لك مليان شجر، مليان عندنا في المنطقة الوعرة هاي خاصة بينها سوريا، كلها حطب، كلها وديان، شو اسمه في شجر اسمه سدر. نعم. مثل السنديان تقريبا. كل برمية قد قديش فيها؟ مشو نبحث فيها بالأرض ونطلعها، نجيب نقسمها نقسمها ونسوي منقل أو نقرة بالبيت جوه جورة ونشعل فيها النار وندفع عليها. لا كان في صوبيات ولا كان في المنقل. من إيش مصنوع؟ من نحاس ولا من طين؟ مين المنقل؟ المنقل كان من لا من نحاس. من نحاس. من نحاس. طيب يا حجي اللي كان يحطب الرجال ولا النساء؟ لا الرجال. الرجال. قرامي خاصة هاي القرامي الرجال. أما في حطب مشان يطبخوا عليه النسوان. النسوان. النسوان تروح تجيبوا الوادي. طيب عملتوا فحم يا حجي؟ لا. وما استخدمتوا؟ ما استخدمنا الفحم. طيب الطبيخ على إيش كنتوا تطبخوا؟ كمان برضو على الحطب يا حجي؟ الحطب. استخدمتوا بابور الكاز حجي؟ إيه بالمدة الأخيرة. قبل 48. قبل 48 ما كنا نعرفه. نعم. طيب يا حجي. شو كان عندكم أدوات للمطبخ؟ أدوات المطبخ طنجرة نطبخ فيها طنجرة. نعم. لقن يقولوا له صدر. أيوة وفي ناس عم يسوون شو اسمه صدورة من قش. كان من قش يسوي صنع النسوان تصنعه من قش. طبق يقولوا طبق. عظيم. طيب حجي استخدمتوا معالق نحاسية؟ نحاسية نعم. وطناجر نحاس ولا ألمنيوم؟ طناجر نحاس. فخارية عم استخدمتوا أدوات فخارية؟ فخارية لا. فخارية ما بغير الجرة هاي نحط فيها مي مشان الصيف المخزن بس. نعم. طيب يا حجي كان عندكم دكاكين في ال ايه لمين يا حجي كانت؟ كان الدكانة لواحد صفدي. شو اسمه يا حجي؟ اللهم صل على نبينا محمد. هذا قبل 48 حجي؟ بالفلسطين هاي كان فلسطين كان معنا هو فلسطين صفدي اسمه كعاد راح انها اجى معنا والله بمنطقة الجولان والله نسيت اسمه والله راح بالي اسمه. طيب حجي استقر عندكم في القرية عمي هذا كان ينام في القرية ولا يروح نفس اليوم؟ لا كان من بيته يعني بيته في صفد بيته نعم بيته في القرية حجي. بيته بالقرية نعم كان بيته وفاتح دكان بالمحل الثاني. من وين كان يجيب بضاعة يا حجي؟ من فلسطين. من وين من فلسطين قصدي؟ يروح على صفد؟ على صفد على طبرية يروح يجيب بضاعة. وكيف كان يجيبها عمل بضاعة بالباص ولا بال؟ لا يجيبها بالباص وين على عند عند على البحيرة من البحيرة يجيب الزمرق يقطعها ويجيبها يجي يكون عند عند بيارة الخوري حاطط 70 دواء بيحملها ويجيبها. حجي ال تتذكر شو البضاعة اللي كان يجيبها وبيعها يا حج؟ مثل إيش مثلا كان يجيب بضاعة؟ يجيب صابون تمر كان يجيب ملبس هذا حلويات اللهم صل يعني محمد كان يجيب قماش بالدراع إشارات للنسوان نعم هذا كان يجيبه يعني من جميعه يجيب هذا السمان.
كان يبيع دخان حجي؟ يبيع دخان. تتذكر شو نوع الدخان اللي كان يبيعه؟ ما أذكره. فلسطين دخان فلسطين ما أذكر شو. عاد كنت تدخن أنت بهذاك الوقت؟ لا ما أدخن ولا بعرف الدخان. دخلت أبو إيش اسمه هو صاحب الدكان حجي؟ أبو إيش؟ نسيت اسمه والله. هذا عدد اسمه راسي الثاني عبد الله كان. طيب لما تتذكر اسمه عشان تحكي لنا اسمه. ايه حجي كان يبيع حاضر ولا دين؟ ولا كان اثنين يعني؟ لا كان يدين، ما معه يدينه بس ياخذهم يبيع ام السمك. كان يبيع ام السمك لمين؟ للخوري. نعم. كان واحد يجي على البغل يسمع البغال يحمل السمك وياخذه. اي كل اسبوع يجي حاسب. نعم. طيب حجي ايضا كان في بدل الدكانه يعني انت تعطيه بيض تعطيه حبوب يعطيك مثلا بيعطي. نعم مزبوط موجود هذا. نعم اي موجود بيض قمح ذرة بيمشي الحال. اي طيب حجي في في دكاكين اخرى غير هذا الدكانه؟ لا ما كانت عندي غير دكانه واحده. وين كان موقع هالدكانه يا حجي؟ بنص البلد. نص البلد. نعم. والناس كانوا يعتمدوا اعتماد كلي عليها؟ على الدكانة. نعم. بس احنا الأكثر اعتمادنا كان على شيء احنا عندنا مثلا طرشاتنا على اللبن على السمك. نعم. على نعم. نياركو يا حجي. راحت علينا احنا والله. راحت علينا. حجي كان عندكم مقهى في ال لا. أبدا. المختار كان عنده راديو يا حجي؟ المختار هو كان أراضي أكثر أراضي بمنطقة كانت هو المختار. طب كان عنده جلالي. كان عنده راديو الجلالي؟ راديو؟ نعم. لا أذكر الراديو طلع بالأخير هذول الراديات طلعوا. نعم. طيب يا حجي كان عندكم ملحمة في القرية؟ لا. هذا صاحب الدكان ما كان يلحم؟ احنا ما كنا مثلك اللحم بس شتي مثلك بدك مثل عندنا معز احنا والله بدنا لحم نذبح نجيبها جديد نذبحه وناكله مره واحده تاكلوه يا حاج ولا تخبوا منه شيء؟ مره واحده نسحب منه هناك كل يوم شوي مثلا. طب. ايوه هذا اللي او وحده مثلا بقره مثل البقره مثلا بشتويه وقعت البقره ذبحوها قسموها على هالبلد هنا كل واحد ياخذ شويه. بفلوس ولا مجانا؟ مجانا ما كان يبيعون. طب حجي لما كنتوا بدكم تخبوا اللحم تحفظوا اللحم ما كانش في ثلاجات في هذاك الوقت؟ ما كان في ثلاجات لا والله. كيف كنتوا تحفظوا اللحم حجي اذا اضطريتوا لحفظ اللحم؟ كان يسلقوه بعد ما يسلقوه يحطوه مثلا هذا ينشروا شوي بس ينشف يطلع يومين ثلاثه تم. نعم. بس هيك حجي. بس ما كانوا يحطوه مثلا بكورما يا حجي؟ اذا حطوه هذا الكورما ياخذوه هذا يحطوه يجيبوا يجرموه. نعم. يجرموا مثلا الخروف ويحطوه ويغلوه مع اللحمة مع بعض البعض يغلوه ويحطوه تنك اسمه قورمة مزبوط صح؟ نعم. هذا لشتوي ياخذوه مثلا يوم بدي يسوي يطلعوا منها ويحطوا على الرز يحطوا على البرغل يحطوا مثلا مزبوط. عظيم يا حجي. طب حجي كان في عندكم حلاق؟ لا. كان يجيكم حلاق من برا يا حجي؟ لا لا أبدا نحرق لبعضنا البعض المقص. مقص ولا ال مقص استخدمته عمي الموس موس الحلاقة؟ لا مقص والشفرة بس الشفرة والمقص. نعم. طب ما كانش في واحد شاطر كثير مثلا الناس تروح عليه؟ لا كل واحد يحرق لليله. كل واحد يحرق ل نعم لليله. حجي كان عندكو مخبز أو فرن؟ على ايش كنت تخبزوا يا حاج؟ خبزوا على الصاج. بس على الصاج؟ بس شراك على الصاج. نعم. تحت النار. النار من ايش يا حاج هي كانت؟ الحطب. حطب؟ ايه. مش حطب. القصل مثلا؟ لا نعم. مش القصل؟ بي قصل درة وبي شو اسمه حطب، حط ثلاث حجار يبقوه هيك يصير عالي هو، تحط عند النار تحته والمرة تخبز وتصير تحطه على اسمه كارة على هيك صايرة إشارة كبير حشيته من خرق تبدي الرغيف عليه وتحطه على الصاج. طب حجي القمح اللي كان مستخدم في خبزكو من قمح بلادكم من قمح قريتكو؟ نعم نخلط طحونة. ما كنت تجيبه من برا يا حجي؟ لا. أبدا
كله من عندنا، كل ابناء القريه كانوا من عندنا، من انتاج بلدنا، كله من انتاج بلدنا، الذره الصفراء والقمح ولا شو اسمه. طيب كله من حجي، كنتوا تخلطوا القمح مع الذره؟ نعم. شو السبب يا حجي؟ ما بعرف شو السبب، كان يخلطوا قال من شان يكون يعني القمح ما لحاله، وقال ممكن ما ينخبز مع المره، يخلطوا ذره. طيب الذره لحالها عمي خبزتوها؟ خبزناها. شو كنتوا تسموها يا حجي؟ خبز ذره. خبز ذره مش كراديش يعني؟ لا كراديش حوارنا، كراديش حوارنا يسوي صغير هالقد. اما احنا من اي خبز من اي طحين حم يعملوا الكراديش حوارنا؟ من الذره البيضة. الذره البيضة. نعم نعم. انتم ما كنتوا تعملوها يا حج؟ هاي ما كنا، حتى الذره البيضة قليل كنا نزرعها. نعم حجي. كان عندكم نجار؟ نجار ما في، نجار يسوي بس ايش اسمه، نجار يسوي ايش اسمه، عود الحراثة. عود حراثة. مين هو يا حجي؟ كان يروحهم لعند واحد بسوريا، والله ما اذكر شو اسمه، كان يروح يجيبوه من عنده. اخذنا جبنا اخياط اصلا، اللي راح جاب العود من سوريا، شو اسمه والله ما اذكر. من اي قرية في سوريا يا حجي؟ من الدرباشية يعني؟ من الدرباشية. طب كان يجي لعندكم هذا النجار؟ لا. طب حج الشبابيك والابواب والصناديق من نفس الزلمه ولا واحد ثاني؟ لا واحد ثاني. وما عندكم في القريه ما في نجار، لا للشبابيك ولا للابواب ولا للعدان ولا شيء ابدا. طب كان في عندكم حداد يا حجي؟ ولا حداد. طب السكه من وين كنتوا تشتروها حجي؟ نشتري من يجيبوها من فلسطين، او يروح يجيبوها من 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 سوريا تهريب. نعم حجي. لما كنت بدكم تحسموها لسكة الحراثة، مين كان يحسم لكم إياها يا حج؟ كان يأخذوها على القنيطرة. على القنيطرة؟ على سوريا. على سوريا. على سوريا كان يأخذوها، يحاربوها على سوريا، يحسموها ويجيبوها. عظيم. طيب يا حجي، كان في عندكم حذة خيل يا حجي؟ نعم. حذة خيل؟ لا ابدا ما كان. وين كنتوا تحذوا الخيل عم الكدش ولا؟ كانوا يحذوها ببلد سورية اسمها نعران، قرية اسمها نعران. نعران سورية. نعم حجي. كان عندكم مجلخ سكاكين؟ لا احنا نجلخ على الحجر. على الحجر. على الحجر. كان عندكم سكافة يا حجي صلح احذية؟ لا. وين كنتوا تصلحوا احذيتكم؟ نصلح احذيتنا، قلت لك تروحوا يا على فلسطين يا تروحوا على القنيطرة. من وين كنتوا تشتروا احذية يا حجي؟ من فلسطين ومن القنيطرة. نعم. كان تهريب يجينا من القنيطرة. يعني قصدك من صفد او من؟ اي كنتوا تروحوا على الخالصة يا حجي؟ انا ما رحت، راح الوالد بس انا والله ما رحت. أهل القرية يعني كانوا في ناس تروح. إيه نعم. كان يروح على السوق اسمه سوق الخالصة يوم الثلاثة أو يوم الأربعة، ما أنا أذكر يعني ثلاثة اسمه سوق الخالصة الثلاثة. نعم يوم الثلاثة يمكن. نعم. طيب حجي، كان عندكم منجد ينجد لكم الفرش وال؟ لا كل ما ينجد بيته الواحد، هي النساء بيجد المرأة، تعرف المرأة تكون تنجد. نعم حجي. هذه التلة الصخرية ما عملتوا فيها كسرات أو محاجر؟ أبدا. ما كنتوا تقطعوا منها حجر؟ لا لا أبدا أبدا. بالمدة الأخيرة يوم عبد الناصر قطعنا حجار، صاروا جابوا وعمروا بيوتنا بالمناطق السورية. نعم بالأخير. عم استخدمتوا الإسمنت؟ ما استخدمنا شيء، لا إسمنت ولا قبل إيه. طيب لما كانوا حدد يبني حجر استخدمتوا الطين مثلا؟ طين طيب. طيب طيب حجي، مين كان عندكم معمرجي في القرية؟ كان معماري عندنا من بيت الجلالي اسمه عبد الرحمن جلالي، كان عمر بيوت حجي. هذا كان معماري، هو الوحيد اللي كان معمر، هو الوحيد كان المعماري. نعم. طيب عم استخدمتوا الشيد الكلس؟ شيد الكلس اللي هو الشيد يا حجي؟ لا. طيب يا حجي، وانتوا داخل فلسطين استخدمتوا بوابير الكاز ولا لا يا حجي قبل 48؟ ما اذكر.
طيب الفخار عم من وين كنتوا تجيبوه؟ من فلسطين كان يجيبوه. بالضبط ما بتعرف منه؟ بالضبط مين ما والله ما بعرف، لأن ما كنت أدخن ما بالضبط يعني مين كان يجيب الدخان ما بعرف. الفخار حج الفخار ما بعرف، الفخار كان يجيبوه من فلسطين أظني. فلسطين ولا من لبنان يا حج؟ من فلسطين أظني. طيب حج كان عندكم مبيض للطناجر؟ إيه كان يجي، مو يجي من عنا، يجي مبيض. منين يجي ما بعرف، من سوريا يجي مبيض، يقعد بنص البلد وتيجي العالم كله تجيب أوعية لعنده. نعم الطناجر والمعالق بتجيبوا لعنده ويبيعوهم. كيف كان عمي يعني يبيض الطناجر تتذكر؟ يجيبها نار، هو عنده يجيب معه فحم أظن، فحم يحط الفحم على الكور مش وطلع لنا، يحطها النار، يحطها على النار، ما أدري شو يحط عليها مادة هيك ويمسحها، يمسحها تطلع بيضة بيضة، والله ما أعرف شو نسويها. نعم. طيب يا حجي بدي أسألك عن يعني بعض المهارات اليدوية. حضرتك تحدثت عن أواني القش اللي هي طبق مثلا، غير الطبق شو اشتغلت بالقش يا حج؟ بالقش؟ غير القش ما استخدمنا شيء. بيت الشعر أسف حجي، أنا قصدي انتوا استخدمتوا القش لصناعه الاطباق. ايه هذا غير تبع شو اسمه قصل القمح. نعم غير الاطباق شو استخدمتوا حجي؟ ما استخدمنا شيء. ما سويتوا قبعه مثلا او يعني. او سلال؟ اي هاي سام سلال، هذا من القصب قصيب، بيد من قصيب. نعم سلال هاي من قصيب. نعم استبي واحد يعرف يسويها اللي والله انا ما سويتها، في ناس تعرف تسوي هاي. يعني زلم هناك والله بعد كشكول اسمه يسوي كان سلال. نعم عمي تطريز طرشته؟ نعم تطريز. لا طيب حاجة ذكرت انه انتو يعني كان جزء منكو يشتغلوا في البابير. نعم شو شو عمي البابير وشو الشغل اشتغلتوا فيه؟ اخذ البابير نقصه. من وين عم تجيبوه؟ من البحيرة، من جنب البحيرة، البحيرة صار على جنب. نعم والبابير صار بالجهة الثانية. بعيد عنكو البابير عمي؟ لا مو بعيد عنا، ما في يمكن شيء 200 متر 300 متر تقريبا. الغابة؟ الغابة لا. كنت تروحوا لهذه الغابة حجي؟ ايه. طيب لما كنتوا بدكم تنقلوا البابير من الغابة للقرية؟ ايه. على ايش كنتوا تحملوه حجي؟ ما ننقلها نقل. نعم. نسحبها مع البحر لعند القرية، لعند القرية، لعند القرية، نشيلها من عظهرنا من البحر للبيت. فقط. طيب كنتوا يعني بعد ما تقصوا للبابير يا حجي؟ ايه. يجف ال إيه؟ لأنه يكون مشرب مي. إيه معلوم يكون أخضر هيك، يكون أخضر بعدين يجف يضمر بعدين نشرخه تشريخ هيك نشرخه، والنسوان تنسجوا اسمه نول. نعم. مسوي له مصنع نول، يفتلوا هذا الخيطان تبعه، يسووه مثل أصابع هيك له مشط، مشو تفوت المرأة شو اسمه الشرخة منه من مطرح لمطرح يمين ويسار يمين ويسار للأخير. كل يوم المرأة تطلع واحدة حصيرة. طب كان كل البيت عمي عنده نول؟ ايه كل بيت عنده. الحصيرة كم تنباع كانت حاجة؟ كانت تنباع ممكن بربع ليرة فلسطيني، بنص ليرة فلسطيني، والله ما أذكر يعني. كان يبيعوا مثل هيك، يجمعون يجي تاجر يأخذهم. من وين عم التجار اللي كانوا يأخذوهم؟ من فلسطين، من داخل فلسطين. ايه. طيب عمي كانت يعني مصدر رزق بالنسبة لكم؟ نعم. البابير. نعم البابير والسمك، وكان عندنا زراعة. نعم. طيب يا حجي حضرتك قلت انه صاحب الدكانة اللي من صفد كان هو يبيع الأقمشة والخيطان. كان يجوكوا بياعين أقمشة غير هذا الزلمة؟ لا كله من عنده. كله من عنده. تذكر شو هي أنواع الأقمشة يا حجي؟ والله ما أتذكر. خام يجي مثل هيك شيء مشكل، شيء للنسوان شيء للرجال. طيب كان في عندكم خياطات حجي أو خياطين؟ خياطين كان بي خياط اسمه المسوقر. المسوقر؟ المسوقر من أبناء القرية هو حجي؟ لا أجانا جديد، أجانا من منطقة الحولة هذا. من أي بلد حجي جاكم؟ والله ما بعرف عاد من أنه بلد ما بعرف. هذا عنده مكان خياطة، أجي على بلدنا معه مكان خياطة، هذا اللي الوحيد كان عنده خياط. طب كان خيط للنساء أو للرجال؟ للنساء أو للرجال. نعم. تتذكر الأجر اللي كانت قضاء حجي؟ والله ما أتذكر. حبوب ولا فلوس؟ لا فلوس. فلوس.
طيب حجي، في أعمال أشغال ثانية غير اللي سألناك عنها؟ لا أبدا. طيب حجي، حضرتك صرت تذاكر ثلاث أشخاص استقروا عندكم في القرية، المسوقر والصاحب الدكان الصفدي والشيخ علي الإبراهيم. علي إبراهيم أي نعم. في حدا غيرهم عم يستقر عندكم؟ لا بيجوا عشان يشتغل إجا كذا؟ لا أبدا. طيب يا حجي، أيضا حضرتك ذكرت في بداية حديثك أنه هذه التلة كان فيها شقف فخارية. نعم بالتلة كانت. بالتلة نعم. طيب تتذكر أنه كان في آثار، كان في مغر، كان في مغر بالجبال، جبال السورية المغر. لا أنا قصدي في قريتك. في قريتي ما في. ما في أبدا. طيب الآثار حجي، ما عندنا آثارات أبدا. ما في أبدا؟ قريتنا ما في آثار، بس كان في شقف فخارية على رأس التلة. بالتلة بس بالتلة. طيب هذا الشقف الفخارية عمي ما كانت يعني تعطي مؤشر أنه كان هناك في آثار؟ احنا ما نعرف. طيب كان يجوكوا ناس من برا عمي؟ ما يجونا ناس من برا أبداً. يصوروها أو يزوروها أبدا؟ لا أبدا أبدا يا حجي. طيب يا حجي، بدنا نسألك عن ألعابك وانت صغار يا حجي. وانا صغار كنا نلعب، اللهم صلي على النبي، الكورة. شو هاي الكورة يا حجي؟ كورة كل واحد معه عصاية. نعم. والعصاية هاي شو احنا شو نساوي؟ حجر، حجر يكون دعبل تبع بحر، ونساوي جورة بالأرض، جورة بالأرض، وكل ثلاثة لحال، هذول ثلاثة وظلاك ثلاثة، كل واحد معه عصاية، مثلاً بلا عصاية، هذا يجي بده يفوت الحجر بالجورة وظلاك يردوه، إذا فازت إذا فوتنا الحجرة بهالجورة إحنا ربحنا وظلاك خسروا. وبعدين كان في نعمر حجارة، قهقير هيك، أيوة ثلاثة. أيوة ونصير واحد مهون واحد مهون. أيوة دور إلي أضرب أنا، أهدد هديت إن ثلاثة حجارة دول ثلاثة قوامية، غلبت الزلمة هذاك رفيقي، هاي كنا نلعبها. غير هيك يا حجي؟ والله ما كنا نلعب بالطس، ما كنا نتعاملوا بالطس، ما تعاملتوا، ما كنا نتعاملوا. طيب حجي، البنات الصغار شو كانوا يلعبوا؟ بناتكم وخواتكم مثلاً؟ ما بعرف يلعبوا بعضهم البعض، انه والله ما بعرف شو يلعبوا البنات. طيب حجي، ما كانوا يلعبوا الزقطه اللي هي القال؟ الزقطه هاي كانت بالمد الاخير، والله جت الزقطه بالحجر هيك. نعم. قبل ما كانت؟ لا. طيب يا حجي، نط الحبل. ونط الحبل بالاخير ولا نعرفه. الحجله يا حجي؟ الحجله كنتوا تحجلوا؟ نعم كنا نستخدم الحجله. انتوا والبنات ولا لحالكم؟ احنا لحالنا والبنات لحال. والبنات لحال. طيب حجي، كان يجيكم شيء اسمه صندوق العجب؟ لا ابدا. في اللهم صل على النبي، بعد ما هجت الملاحه اجوا كثريتهم لعنا، في واحد عنده صندوق اسمه قولوا له هذا ابنه موجود هنا بجارنا، بيت ابو لواعي، اسمه حسين ابو لواعي. نعم. يقول هذا عنده، هذا لنقول ان هذا شفنا عنده، صارت العالم الولاد كلها تجي لعنده، صندوق بكوانات هيك صاير، هذا بالمدة الأخيرة اجى. وانتوا لسه في القرية قبل ما تطلعوا يا حجي؟ ايه هذول اجوا لعنا. طيب كانوا ياخذوا منكم فلوس حجي؟ لا. شو كنتوا تشوفوا حجي في هال، او شو كنتوا تسمعوا هالكوانات؟ اغاني وما اغاني. لمين عم الاغاني؟ عبد الوهاب، عبد الوهاب، ام كلثوم. ام كلثوم كان يحط كوانات هيك و... نعم. طيب حجي، الكبار شو كانوا يلعبوا؟ الشدة. الشدة وغير الشدة؟ دستقور، حطوا بحصة. دستقور؟ ايه بحصة تحت الفناجين، مثل هاي الفناجين عندنا هاي، نسوهم قهوة مرة هنا. نعم. الديوان مثلا اليوم عند الوالد عنده أربع خمس فناجين مثل، حطوهن بحصة وتعال احزر وين بانو تحت أي كاس، تحت أي فنجان من ينا دولة. بس أكثر شيء الشدة.
أكثر شيء شده طيب يلعب. اللي بيربح عمي شو بيخسروا لل اللي يربح يشرطوا على باكيت راحة، أو يشرطوا ما شو بصير يمزحوا مس مع بعض وحلاقة ويحلقلو ما يحطوش أحذية هون وهون لا مو أحذية والأحذية هو كمش الحذاء الأحذية قدامه وهو ذاك يحلقلو يحلقلو بملقة تبع شو اسمه تبع النار نعم كبير هيك صاير بس كان يمزحوا عظيم حاجي كان في عندكم حكواتي في القرية؟ لا في علي الإبراهيم هذا كان يجيب قصة قصص كان يحكي فيها قصة الزير قصة تغريبة بني هلال كان بالديوان هيك يمكن بيسمع بنبسطوا يعني الناس ايه؟ كان ياخذوا فلوس حمي مقابلة لا. لي؟ لا أبدا آه في هذا احنا يوم مثلا جيراننا يجوا الختياري كلهم يديهم سووا قهوة مرة مثلك يجوا الختياري يديهم يجيب هالقصة نعم ويحكي طيب من قال حجي كان فيه؟ فيه بس مو عنا نعم والله هاي ما شفتها غير يعني بالبطيحة يعني من قالها هاي نعم طب حجي حكومة الانتداب البريطاني جابت الكوسيلة مع على القرية حجي؟ لا أبدا حجي بدي أسألك عن ال عملتوا مقلعيات يا حجي؟ نعم مقلعية مقلعية نعم من إيش صنعتوها حجي؟ من الصوف الصوف أيوة غزل نعم ونسوي له شو اسمه إلى اللهم صل على النبي محمد إلى صايرة شو اسمه محل حجر محل حجر وإيد نعم طب حجي ما عملتوا من البابير مقالية؟ من البابير ساوي من نعم. اللب البابير من جوا اللبة هاي صايرة قاسية طرية كثير نجدلها جدل نجدلها ونحط نربطها من هون نجيب شو اسمه الله تبي محمد هذا جلدة نعم نربط من هنا ومن هي الجلدة والجلدة صايرة كبيرة هيك نحط بيها حجر ليش كنتوا تستخدموها عمل مقلعية؟ المقلعية كنا نقلع بيها هيك والله أو من مثل يوم يكون واحد سارح يصير يضربه على المعزة على نعم طبعا من طيارات الورق كنتوا تشتغل تلعبوا فيها؟ لا حاج بتتذكر أنه كان يجيكوا نوار على القرية؟ نوار نوار إيه؟ كان يجوكوا؟ نعم من وين كانوا يجوكوا يا حاج؟ من سوريا من سوريا نعم طيب هدول النوار حجي بيطولوا عندكم؟ يومين ثلاثة يومين ثلاثة يجوا مثلا اليوم عند بيت هالمختار يقعدوا يصيروا يرقصوا ويغنوا والناس تنجمع حواليهم تدفعوا لهم فلوس بدل تدفعوا لهم فلوس هذا ينطيها ربع ليرة ختياري الزر ماضي ينطيها ربع ليرة ليرة نوريات حتى ليرة حتى ليرة ما في لا شيلن شيلن وقرش شيلن يا نص قرش يا قرش كان في طريقة معينة عمي لما كان يعطيها الشيلن مثلا يحطها على راسه أو شيء على راسه يحطها بثم عليه مليح طيب حجي تتذكر أسماء النوريات اللي كان يجي طيب حلوات ولا لا يا حجي؟ والله النورية اللي بترقص حلوة. إيه. واللي ما بترقص؟ ناقة كلهم حلوين هم يخرب بيتهم. طيب يا حجي لباسهم كان محتشم؟ محتشم طويل. طويل. نعم. ما تتذكر ولا اسم واحدة منهم؟ لا والله والله ما أتذكر اسم. طيب حجي كانوا أحيانا يجوا النوار على الحبل يمشوا. نوريات. ما شفتهم عنا بس عندنا رقص على الرقص كانوا ماشي على الحبل قالوا في نوريات ترقصوا على الحبل بس ما شفتهم. طب شاهدت حجي انه النوار كان يجيبوا احيانا قرد او سعدان؟ لا عنا لا طيب عمي كانوا يعملوا اسنان ذهب وفضة؟ مين؟ احنا النوار؟ ايه النوار؟ كان يعملوا نعم خواتم وغوايش وش اسمه ساور ايه نعم. نعم طيب يا حجي كانوا يدقوا الوشم للنساء النوريات؟ ايه عندكم نفس الشيء طيب ايضا عمي كانوا يقراوا البخت يفتحوا يفتحوا طيب الناس تفتح كانهم طيب والنساء حجي كانوا يدفعوا فلوس للنوريات مقابل ذلك معقوله بده يدفعوا معلوم يعني عم تفتح لها وتفتح لها قال الفال ما بعرف شو بدها تعطيها نعم طيب حجي
ايضا كانوا يعملوا هم جرون القهوة. من وين كنت تشتروا جرن القهوة يا حاج؟ جرن انا هسه جرن بالاخير والله انا اللي رحتو بالاخير يوم اني اني طلعت كان في عندنا جرن نعم للوالد، اما منين جابوه ما بعرف، اما الجرن هلا اللي هو النور كله هلا عم يسوي جرن. ديك المرة كان قدام الجامعة وطلب مني 7000 ليرة بده حق الجرن. 7000 والله بده 7000 ليرة صورت. نعم قال لي تعال تعال. قلت له يا عمي ما بدي، عندي جرن ما. طيب حجي الجاروشة من وين كنتوا تجيبوها؟ الجاروشة كانوا يجيبوها من حوران. من حوران؟ اي من بلد اسمه محجة. محجة؟ نعم. هذول مشهورة بالجواريش. حجة كان يروح يجيبوها على البغل على الجمل، ما أذكر عادة، كان يروح يجيبوها من حوران. من إيش مكونة هي يا عمي؟ من حجر. حجر واحد ولا اثنين؟ حجر اثنين. نعم. واحد تحت واحد فوق. طيب حجي كان كل البيوت فيها جواريش؟ لا، مثلا أنا عندي جاروشة تجي جارتنا، مثلا عندنا جار تجي جيراننا، ما عندهم جاروشة يجي يجرشوا عنا مثلا. طيب حجي النوار ما كانوا يعملوا جواريش؟ لا، كانوا يجيبون هذول الجواريش من محجة. أنا أذكرها من محجة، هذه هي أم الجواريش، يسوون جواريش وحجار طاحونة. شو حجار الطاحونة يا حجر طاحونة تبع المي، حجر كثير مثل الجاروشة. نعم نعم أيوه. طيب حجي ايضا النوار حجي كانوا يعملوا ملاقط، سكاكين، كوانين؟ ما بعرف عندنا ما كانوا يعملوا. طيب ايضا عمي كانوا يشحدوا مثلا او ما كانوا يشحدوا؟ ما كانوا. طيب كانوا يساعدوا في اعمال الحصاد؟ لا لا لا, لا ابدا. هذول كانوا يجوا مثلا يومين الثلاثه ويفلوا. طيب حجي بعد اذنك بدنا ناخذ استراحه ونتابع حديثنا ان شاء الله.